أول حاجة يا جماعة، نحن جينا نوضح للناس العقيدة، ونوضح للناس حق ربنا الفرض عليهم، لأنه ربنا خلقنا يا جماعة ما خلقنا عبس، وإنما خلقنا لغاية هي أعظم الغايات، ولهدف هو أعظم هدف على الإطلاق. بعض الناس يقول لك الدنيا أكل وشراب وآخركم تراب، دي مقولة باطلة وخاطئة. الدنيا ربنا خلقك فيها للعبادة، وآخر الدنيا الآخرة، بعد الدنيا الآخرة، إما جنة وإما عذاب، مش كوم تراب. وكوم التراب ده ذاته، القبر ده تحته فيه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. فالغاية العظيمة ربنا خلقنا من أجلها هي العبادة، وهي أعظم غاية على الإطلاق، ما في غاية زيها ولا في هدف زيها. ربنا سبحانه وتعالى قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فربنا خلقك للعبادة، لأنه ربنا قال إلا ليعبدون. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون. ومن أجل التوحيد والعبادة ربنا أرسل الرسل كلهم بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبرضو معنى فاعبدون يعني وحدون، توحد الله. التوحيد شنو؟ التوحيد حق ربنا عليك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عباس: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ده التوحيد، إنك تعبد الله وما تشرك به الله شيء، وده حق ربنا عليك. الليلة الواحد لو عنده واطة، قطعة واطة زراعية ولا سكنية ولا تجارية، وما بناها، مسافر في السعودية في الكويت في غيره له 20 سنة، جارك ده قام طوالي بنى وخش في الواطة بتاعتك بمتر، أو شال منها شبر خليه متر، بتخليه؟ بتخليه بالله عليك؟ ما بتخليه. المحاكم هدي ملانة محامين، إن موكلي وموكلتي ووكلني ووكلي في شبر واحد من الأرض، وما في زول بيلومك لأنه ده حقك. ده شنو يا جماعة؟ حقك، ويجوز لك تطالب به، والإسلام ما بيلومك في الحتة دي، لكن حق ربنا سبحانه وتعالى علينا. ليه في ناس بيزعلوا مننا وبيلومونا لما نقول للناس حق ربنا عليك انك تعبده وما تشرك به شيء؟ في ناس بيزعلوا يقول لك: شفت ديل بينبذوا الاولياء. ما حصل نبذنا اولياء. الاولياء اللي بنعرفهم نحن صحيح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وباقي العشر المبشرين بالجنة، والصحابة الشهيد بدر،
والبائع بيعة الرضوان ديل الأولياء ما في زول نبزهم، وأي زول صالح مؤمن متقي لله ده ولي يا جماعة، ما في زول نبزه ولا في زول شتمه. لكن احنا بنتكلم عن ناس نصبوا أنفسهم شيوخ وعملوا لهم طرق غير طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، ديل تجانية وديك سمانية وديك قادرية وديك عركية وديك أتهمية وديك ختمية وديك ركينية، كل زول عمل له طريقة سماه على أبوه الشيخ. طيب وانا حقة الرسول كده يا جماعة بالراحة، لحد الآن نحن نبزنا زول؟ هل قلنا شيخ الطريقة الفلانية على الأم؟ قلنا يا جماعة ما قلنا. نبزنا أبوه؟ ما نبزناه. نبزنا القبيلة؟ ما نبزناه. نحن درنا ناقش الناس ذيل نقاش بالراحة، ناس الكورة بيقول لك خدت الكورة في الوطن وخلي روحك رياضية، نحن بنقول لك خلي روحك دينية إسلامية بالراحة كده. دي طريقة تجانية ودي طريقة أتهمية ودي طريقة ختمية، يا تفهم حقة الرسول يا توحدة، ده نفهم أنا دي لا ما ممكن ما ممكن، لأن الرسول ما كان تجاني. وأحمد تجاني ولدوبتين وقابل الرسول وين؟ وهل عاش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقابله؟ لا، يبقى الرسول ما كان تجاني، ما كان تبع الطريقة التجانية، جاءت الساعة الطريقة التجانية. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان سماني تابع لناس البرعي مثلا؟ لا، لأنه ديل ذاتهم جبتين جوا الساعة. هل كان قادري؟ لا. كان أتهمي؟ لا. كان مع الختمية اسمه أحمد عثمان المرغني؟ لا لا لا. إذن الطرق الصوفية دي كلها باطلة، حتى لو أنت زعلان أزعل، أنا قلت لك الكلام اللي بيخش مخك بيخش عقلك، إذا كان عقلك نظيف وعندك مخ تمام واعي وزول ذكي الكلام ده بيخش طوال التوف جوا مخك إن شاء الله. الطرق دي كلها لا يمكن تكون تابعة للرسول، لأنه جات هسع، والرسول مات زمان 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 قبل أكثر من 1400 سنة. دي واحد. نمرة اثنين، إذا كان الصوفية ديل تابعين للرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتفرقوا، صحيح ولا ما صحيح؟ ما كان بقوا 900 طريقة، طرق كثيرة ما كان يتفرقوا، لأنه ربنا قال الدين واحد وما بيقبل التفرق. قال الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قال الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيع يعني طرق وأحزاب وجماعات، ديل صوفية وديك تجانية وديل أنصار سنة وديل أنصار مهدي أنصار وديك أخوان مسلمين، ده كله ربنا قال لك ده شت باطل، بأنصار السنة ذاته باطل. ربنا قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، شيعا يعني أحزاب وطرق وجماعات، ربنا قال لك لست منهم في شيء، يعني ما تخش معهم، ما تبقى مع الطرق كلها ولا تبقى مع الجماعات كلها ولا تبقى مع الأحزاب كلها، خليك مع القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما تتابع جماعات. ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ما قال جماعة ولا قال طريقة ولا قال حزب من الأحزاب. ليه الليلة الواطة دي كلها طرق وما عندكم في ربك؟ بس أنا ما بنتكلم عنك وإنتم، الشغلة دي هنا وهناك، الواطة كلها، البلد كلها، العالم كله، جابوا من وين الطرق دي؟ جابوا من وين؟ وخلي بالك كل شيخ طريقة عنده أذكار براو، مجموعة أوراد الطريقة التجانية، يدوك كتاب
والتجانية ذاتهم يتقسموا، بيقولوا تجانية تربية وغير تربية. ما هم قالوا كده. القادرية اتقسموا بيقوا 12، الختمية بقى الحزب الاتحاد الديمقراطي الأصل، والحزب الديمقراطي التقليد، والحزب الديمقراطي الكونفدرالي، وهوس، كله هوس، كله هوس زبالة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يبقى الأحزاب والطرق دي كلها حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، ده الدين. لكن الدين ده عنده أساس تحت زي البنيان ده، العمارة دي أول حاجة بيعملوا القواعد وبيحفروا الحفر وبيرموا الخرسانة والسيخ وبينجموا تمام، بعد ذاك بيبنوا. ليه؟ لأنه ده الأساس. بقول ليه خلي أساسك متين. كمان الدين ده عنده أساس يا جماعة. أساسه شنو؟ أساسه أي أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ربنا قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك 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 ده شنو ذاته؟ هو شنو؟ هل حيوان عنده قرون وعيونه حمر وخشمه بيطلع نار؟ لا 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 لا. ممكن زول يكون قاعد معاك ولابس لبدله جديده لنج وكرافته، شفتها؟ مصران كلب جديده تلمع خلاص، وتلقى اكبر مشرك والله العظيم. ممكن يكون مدير بنك ويكون اكبر مشرك. ممكن يكون راكب عربيه اوباما بتدور من جوا البيت والعربيه برا، بيدوس كده بتدور وتلقى مشرك فيه. وما اكثرهم، وربنا قال: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. طيب باختصار شديد، الشرك ذا كيف انه؟ واحد، امسك عندك، امسك املى الكيس. ليه؟ لانه لو عرفت الشرك واتجنبته انت نجيط وبتخش الجنه طوالي. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: قال الله تعالى: يا ابن ادم، الله بيقول لنا كده: يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. لو عندك ذنوب قدر الكره الارضيه دي كلها، قدر الواطه كلها، حقتك براك براك. لكن ما عندك شرك بالله وانت زول موحد تمام، بتخش الجنه والله ما بعذبك وبيغفر لك كل ذنوب. يبقى لازم نعرف الشرك عشان ما نقع فيه. يلا الشرك ده شنو؟ كده انتبهوا لي كويس، واي زول لو جاي يجوط من برا ما تشتغل بيه، اصله فيه فايده. كان جا سال هنا بكل ادب واحترام وبنجاوب له وندي فرصه كمان. تاني في كلام اكثر من كده؟ طيب واحد، الزول اللي بيدعو غير الله بيقول: يا البرع تنجدني وتفزعني، مشرك رقم واحد. الدليل شنو؟ الدليل على انه البنادي غير الله مشرك وكافر شنو؟ قال الله تعالى، اصل ومرقنا لكم من القران والسنه شاكلون طوال. قال الله تعالى في القران الكريم: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. الله قال اللي بيدعو مع الله إله ثاني ده كافر من الكافرين. يبقى الناس اللي بينادوا، أفهم الكلام ده كويس، اللي بيمشوا القبة وبينادوا الشيخ وبيخلوا الله، ده المشركين. الزول ده العتر في الواطة دي ماشي بالواطة عتر ترترب يا البدراب ابقوا قراب، مشرك. الزول ده يركب العربية او خايف من انه يكون دافل له حاجة وقال: يا واتحصونه من المدفونة، مشرك.
طوالي مشرك بعد ما تقام عليه الحجة. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال في الدعاء إنك ما تدعو إلا الله، والبيدعو غير الله ده مشرك. قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا جماعة القرآن ده واضح ولا ما واضح؟ واضح، أوضح من الشمس، لكن الصوفية ده بتلولو وبراو. الله قال فلا تدعوا مع الله أحدا. ربنا تاني قال لنا، مش آية واحدة ولا عشرة ولا مية، القرآن كله مليان بإنك ما تنادي وما تدعو وما تستغيث وما تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى. ربنا داري خاطب عقولنا دي، عقولنا دي ربنا داري خاطبنا بكلمك. ربنا قال إن الذين تدعون من دون الله، يا فركة يا بقنايا يا بعصايا يا الأتهم يا غيره يا سجم رماد، الله قال إن الذين تدعون من دون الله، أي زون بتدعو غير الله؟ الله قال إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الشيخ اللي بتدعوه ده عبد زيك ولا ما عبد؟ عنده نخرة ولا ما عنده؟ فيها قدتين كمان، وعنده اضمان ولا ما عنده؟ الشيخ ده ذاته البرعي ولا غيره؟ عنده اضمان ولا ما عنده؟ عنده اضمان، وعنده خشم، وعنده سنون. بيمرض ولا ما بيمرض؟ بيمرض. بيخش الحمام بيسوي كاكاجو ولا ما بخش؟ بيخش. بيموت ولا ما بموت؟ بيموت. بعوضة واحدة بإذن الله ممكن تعمل له ملاريا بإذن الله، ويسجم ويترمد ويرقد مستشفى ويضربوا كينين ولا ما ممكن؟ ممكن. طيب كيف تنادي زي الله واحد؟ كيف انت لما تعتر بتقول يا البرعي تنجدني وتفزعني؟ والبرعي مات ذاته، لو كان بينفع او بيضر ما كان مات، كان بقى حي لحد يوم القيامة. لكن كونه مات والله الموته والله عز وجل الكتل، انت امسك في البيكتل ما تمسك في ده، امسك في الله، امسك في الله. ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليه الناس ما تمسك في الله؟ الله يخاطب عقولنا دي، قال إن الذين، والعقل في القلب، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. الناس اللي بتناديهم من دون الله ديل المكاشفي الكباشي المرغني الختمي القادري الغيره، الله قال عباد زيك. أها بعداك ربنا عداك حاجة تانية، تحدي من ربنا عز وجل للناس اللي بيستغيثوا بالقبور والبيدعوا الشيوخ والبيخلوا الله والبيكفروا وبيشركوا بالله. ربنا قال كده، شوف كلامي ده بل عقول كده كلام تمام ولا ما تمام؟ ربنا تاني قال بخاطب عقولنا، قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. كده جرب، ده تحدي، جرب قول يا شيخ فلان تنجدني وتفزعني، جرب. ما بيسوي لك حاجة. ليه؟ لأنه ضعيف وفقير. ربنا قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. اثنين، لأنه ما بيسمعك، ما بيسمعك. قالوا في مرة مشت للشيخ، الشيخ قالوا بيعالج من جميع الأمراض، لكن الشيخ أضانه ثقيلة للأسف الشديد. مشت له قالت له أبو الشيخ عندي سؤال. قال لها قلت شنو؟ طوال انتبهت. قالت له أبو الشيخ أنت أضانك ما قدرت تعالجه، تعالجني أنا، سلام عليك، مشت خارج. الناس بتفهم. ربنا قال فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. ما بيستجيب لك لأنه ما بيسمعك، ميت ميت. إن حفرت القبر سرواله ما بتلقاه، انتهى، ما في.
الدود أكله ينفعك ويضرك، الدود أكله ينزل لك المطر في الحواشة، الدود أكله نجم تحت الواطة. يدي مرتك الجنة كيف؟ لأنه في رجال خيابة ذات مشرك وخايب. الواحد يسوق مرته ما ولدت 3 سنة أو 10 سنة يوديها للشيخ، شيخ ضارب دخن وشربة حمام وقاعد في الظل تسلم المرأة، ما بتخاف الله؟ المهم خلينا في الموضوع، الشيخ ما بيستجيب لأنه ما بيسمعك لأنه ميت. أنت اللي بتكوري كوي، اسمع الكلام ده. ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاءكم. الله قال ما بيسمع، الله قال ما بيسمع. تقول له لا، نادينا وسمعنا. الله عز وجل في القرآن مش قالوا بيحفظ القرآن؟ أهو ده القرآن، أهو ده القرآن. ربنا قال لا يسمع دعاءكم، دي الآية كده، لا يسمع دعاءكم، ما بيسمع الشيخ، ما بيسمع والله. تكورك للصباح يا البوري ما بيسمع، ميت. يا الكباشي مدد، ما بيسمع، ميت. يا وتحسونا ما بيسمع، ميت، ميت. الله قال لا يسمع دعاءكم، ما بيسمع. اهو لو فرضنا سمع، مع انه ما بيسمع، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى دعاء غير الله، سمى شنو؟ سمى شرك. يعني اللي بيدعو غير الله مشرك، وده دليل تاني. ولا ينبئك مثل خبير، عرفت الكلام ده كيف؟ لكن رغم ده الصوفية بيقولوا للناس ما تسألوا الله، أسألوا غيره، زي ما جاء في كتاب البرعي اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة. عصوا الشيخ كذب الراحة كده، الناس الجايطين. لو الشيخ بينفع وبيضر وبينفخ، هوف اللي ينفخنا الآن، صحيح ولا ما صحيح؟ يبقى ما عنده حاجة، تعبان، سجمان، رمدان، ما عنده أي حاجة، ما يخوفك. يقول لك والله الشيخ بينشف ريقك، والشيخ ذاته ريقه ناشف، إن عنده ريق ذاته، ما عنده حاجة، هبوب ساكت، ماسورة ساكت، ما عنده أي حاجة. لأنه ربنا قال لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير. والقرآن ده واضح. الصوفية قالوا للناس ما تنادوا الله، نادوا الشيوخ، خلوا الله ذاته. البرعي قال في كتاب ديوان رياض الجنة ونور الدجنة، الصفحة 119، السطر الأول، عنوان القصيدة إسماعيل بن عبد الله الولي. قال البرعي، نبذناه؟ ما نبذنا، ده كلامه قالوا وكتبوا وطبعوا كتاب ووزعوا في السوق واشتريناه بقروشنا. الغلط وين؟ قال إنابة خطب مصيبة، يعني أو أمر عظيم كبير في البلاد نزيل، حصلت مصيبة في البلد أو أمر كبير، المفروض تنادي منه. هسه العيش غلى صح؟ بجنيه. البرخص العيش منه؟ الله. البرعي قال لك لا، ما تنادي الله، وعك. طيب ننادي منه يا برعي يا صوفي؟ قال إنابة خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل قطب الوصال الكردفاني الذي قد خصه من ربه التبجيل. قال ما تنادي الله، نادي اسماعيل بتاع لبيض، واسماعيل عنده قبه في لبيض، وعارفين انه قبل 3 4 شهور الخريف الفات ده ربنا رسل له هبوب ساكت، هبوب. القبه اتفرتقت فوق راس الشيخ طوبه طوبه. الصوفية بدل ما يقولوا تبنا وكفرنا والبرع والتصوف، بدل ما يقولوا كده قالوا لا 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 لا، قالوا اصلا البتاعة دي ما رمى الله. طيب رمى منو يا صوفية؟ قالوا اصلا اسماعيل المدفون له 130 سنة، ده المدفون تحت ده، قالوا لاحظ انه الفساد بقى كثير. اها يا كذابين يا صوفية. قالوا قام ادى القبة بتاعته شلوت، فارتقى حتة حتة ودخل سنبك بتحت، مرق في المدينة النبوية. يا ناس، في بشر بيصدق كلام زي ده؟ في فيلم كرتون، فيلم هندي بيحصل كلام زي ده؟ ده هوس.
فالصوفية بياكلوا بعقل الناس حلاوة. نحن دارين منك حاجة واحدة واحدة بس، لا نحن بنفرش لنا مصلاية زي الصوفية نقول لك ارمي لنا قروش قاعد يسوي ولا ما قاعد يسوي. نحن ما دارين قروش من أي زول، الله ما دينا من السماء الحمد لله، ولا دارين زول يصفق لنا، ولا كمان نازلين الانتخابات ما نازلين تب ليوم القيامة بننزل. طيب دارين شنو حيرتونا ذاته؟ دارين تعبد الله وما تشرك به شيء وشوف شغلتك. السلام عليكم ورحمة الله. قال لدينا إمام في قرية من القرى ينكر العلو، هل تجوز الصلاة خلفه علما بأنه ليس فينا رجل متعلم علم شرعي؟ العلماء كما قال العالم العلامة الشيخ العثيمين إنه اللي بينكر أن الله في السماء ما يجوز أصلي وراه، لأنه ربنا قال هو في السماء، ربنا قال أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الآية. جزاكم الله.